بعد الضربات الموجعة التي تلقاها تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا، خسر التنظيم الكثير من موارده المالية والاقتصادية، ولكن يبدو أنه خسر الكثير من المقاتلين، ما قد يدفعه في المستقبل إلى الاعتماد على العنصر النسائي بشكل أكبر لشن هجمات إرهابية في مناطق مختلفة من العالم. غوى. نعم محمود، صحيفة الجارديان البريطانية مشاهدينا سلطت الضوء على هذه القضية ونشرت تقريرا يحذر من الخطر الذي تشكل هؤلاء النساء، خاصة أنه لا توجد إحصائية دقيقة عن عددهن لدى الحكومات والأجهزة الأمنية حول العالم. وتشير الصحيفة في تقريرها إلى دراسة أصدرتها جامعة كينغز كوليدج في لندن، ترجح فيها تغير موقف تنظيم داعش الإرهابي بشأن الحالات التي يسمح فيها للمرأة بحمل السلاح. تغير نظرة داعش إلى دور المرأة سيحول المرأة من مهمة دعم مقاتلي التنظيم وتأمين احتياجاتهم والدعاية وجمع الأموال إلى حمل السلاح وأيضا تنفيذ عمليات انتحارية كما نشاهد في بعض الأحيان. هذه الدراسة تقدر نسبة النساء اللواتي التحقن بصفوف التنظيم في العراق وفي سوريا في الفترة بين أبريل 2013 ويونيو من العام الحالي ب 13% من إجمالي عناصر التنظيم الأجانب، والبالغ عددهم أكثر من 41,000. الشرطة البريطانية أعلنت بدورها والأوروبية أعلنت اعتقال نحو 200 امرأة عام 2015 وعددا مقاربا عام 2016 في جرائم مختلفة كلها كانت تتعلق بالإرهاب. وفي بريطانيا اعتقلت القوات الأمنية أول خلية إرهابية نسائية في بريطانيا العام الماضي بعد إحباط عملية إرهابية كانت تستهدف المتحف البريطاني في العاصمة لندن. وفي العالم العربي تم اعتقال 10 نساء، هؤلاء النسوة تهموا بالتخطيط لتنفيذ هجوم انتحاري خلال الانتخابات النيابية في المغرب عام 2016. وتختتم الصحيفة في هذا الموضوع أن الخطر الذي تمثله هؤلاء النسوة على الأمن يأتي بشكل مباشر بسبب التدريب الذي تلقينه وأيضا المهارات القتالية التي اكتسبناها، وهو ما يمكن أن ينقلنه إلى أشخاص آخرين لتنفيذ هذه العمليات الإرهابية.